هنسيب تخيبها للكابتن طارق سيد اللي منضم لينا عبر الهاتف الان. كابتن طارق في البدايه برحب بيك معانا على شاشه تايم سبورت وبرنامج تايم لايف. ربنا يخليك، شرف ليا طبعا. الله اخبارك، وحشني الاول ودايما منور الشاشه. ربنا يخليك لذوقك. مش عارف اقول ايه، ابتديها منين. الزمالك في موقف صعب قوي، عنده 4 بطولات جماهيره بيطالبوه بيهم، ما عندهمش مساحه او رفاهيه اللاعبين ان هم يعتذروا لاي بطوله للجماهير العاشقه لنادي الزمالك والمتعطشه للبطوله الاولى الاول وهي المحببه الدوري العام المصري. 3 مباريات هي لا تقبل القسم على 2، اخرهم مباراه النادي الاهلي وهي بطوله خاصه جدا. تعليقك بعد الايقاف 47 يوم، هل الزمالك قادر ال3 مباريات القادمه يحسمهم عشان يحسم لقب الدوري العام المصري؟ بالفعل يمكن هو عنق زجاجه مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك القادمه، خاصه في 3 ماتشات الاخر في الدوري، بعديهم في بطوله سوبر، بعديهم في بطوله كاس مصر. يعني 3 بطولات مهمين جدا، زائد سوبر الافريقي ضد اي فرقه من الاثنين سواء الرجاء والترجي. يعني 4 بطولات مهمين جدا بالنسبه لنادي الزمالك، بيبتديهم نادي الزمالك ببطوله الدوري 3 ماتشات في حوالي 10 ايام، منهم ماتش القمه. التفريط في بونت مش مقبول بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، لان ده معناه صحيح لان ده معناه ان نادي الزمالك ممكن يبقى لو لا قدر الله لا قدر الله خسر بونت ممكن يخسر بطوله الدوري العام. ودي هتبقى حاطه اللعيبه تحت مسؤوليه، مش هنقول ضغط، تحت المسؤوليه الكبيره ان هم مطالبين ان هم يعدوا مرحله ال3 ماتشات الجايين. بدايتهم النهارده ماتش مهم جدا مع الجونة، اعتقد ان الشكل هيوضح وطريقه لعب الكابتن خالد جلال النهارده في البدايه بعد فتره توقف كبيره اشتغل فيه الكابتن خالد جلال مع الفرقه وبدا يحط بصماته عليها. كل التوفيق طبعا لكابتن خالد جلال، ومرحله حرجه جدا بالنسبه له.